لا تزال فعاليات المهرجان الوطني للفيلم القصير برشيد في نسخته الثانية مستمرة، وقد عرف اليوم الثاني ورشات تكوينية في مختلف شعب السينما، وكذا إجراء ندوة وطنية حول الصورة السينمائية ودور هذه الأخيرة في تبني القضايا الوطنية. هذا وقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة المديرة للمهرجان من جهة والمرصد الجامعي لمهن ممارسات الإعلام من جهة ثانية، قصد تلميع صورة التظاهرة وفتح آفاق جديدة أمام المبادرة الشبابية في شقيها الأكاديمي والفني. ندوة اللي تبرمجت اليوم كشق علمي وأكاديمي لمهرجان سينما الفيلم القصير ببرشيد كان موضوعها الصورة والإعلام وكذلك السينما والقضايا الوطنية بمشاركة طلاب من الأساتذة، كل واحد فيهم أدلى بعرض وبمقاربة مختلفة لكنها كلها مقاربات متكاملة، حيث أن كان الموضوع حول السينما وقضايا الوطن من منظور التكوين، من منظور تأثير السياق الدولي على سياسات الإنتاج المحلي، من منظور البعد الجمالي للسينما. الاهتمام الكبير جدا لدى الشباب اليوم بالسينما، وخصوصا انا الملاحظه ديالي هو ان الشباب يريد مباشره ان يمر الى الاخراج عبر بوابات الجانب التقني بالاساس، بمعنى ان الشباب اليوم يتعاملون مع السينما تعاملا تقنيا اكثر مما يتعاملون مع السينما تعاملا ابداعيا او ثقافيا. ما احذر منه وما حذرت منه مرارا وما زلت لا زلت احذر منه هو ان الهاجس التقني الذي يطغى على الشباب والهم التقني الذي يطغى عليهم لن يعطي سينمائيين مبدعين كبار يصلون الى العالميه التي نطمح اليها، لانه ملي كناخذوا سينمائيين كبار على المستوى العالمي كنلقاو بان عندهم دائما واحد الخلفيه ثقافيه وخلفيه فكريه فلسفيه الى غيره. الندوة انصبت حول موضوع مهم مرتبط بالصورة والإعلام والقضايا الوطنية، بمعنى كيف يمكن لوسائل الإعلام انطلاقا من الصور أن تجسد العديد من القضايا التي تهم المجتمع خصوصا قضاياها الوطنية. تمت بلورة العديد من التدخلات التي انصبت حول الجانب الذي يهم الفن السابع السينما المغربية من خلال مراحل تطور السينما المغربية عبر عرض وجهات نظر متقاطعة من خلال باحثين مهتمين نقاد في هذا الصدد، بحيث حاولت أن أبرز الجانب الذي يهم الصورة الذهنية والصورة النمطية والصورة الإعلامية من خلال آليات تعاطي صناعة المتلقي، بمعنى كيف يتعاطى المتلقي من خلال العديد من الأنماط التي تهم هذه الصور ثم أبعادها ثم مستوياتها من خلال ثلاث مستويات: مستوى الإدراك، مستوى الفهم، ثم مستوى التذكر. الندوة ديال اليوم في إطار مهرجان الفيلم القصير ديال برشيد أعطتنا الفرصة باش يمكن لنا نتناقشوا على الصورة والإعلام. الصورة والإعلام في يعني تحت تيمة ديال السينما والقضايا الوطنية. اللي حاولنا باش ندمجوا هذا التفاعل بين الصورة والإعلام، يعني أو بين الإعلام والصورة السينمائية والقضايا الوطنية. حاولنا نبينوا في هذا الإطار بمقاربة مختلفة مع الأساتذة أن نبين على أنه هناك علاقة وطيدة بين الإعلام والسينما، والقضايا الوطنية هي في حاجة لتفعيل هذه العلاقة الوطيدة اللي موجودة بين هذين المجالين. النفس الأخير، الفراغ، أحلام، جوج درهم، التفاحة.
هي عناوين الأعمال السينمائية التي تم عرضها في المجموعة الأولى ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة. اتخذت هذه الأعمال مواضيع مختلفة تعبر عن التصور الشبابي للحياة الراهنة وانتظاراتهم في المستقبل.